معانا ومع حضراتكم المهندس صلاح عبد الهادي، مدير اداره الزراعه بمحافظه الدقهليه. باشمهندس تحياتي لحضرتك ومشرفني على برنامج صباح الخير يا مصر، وعايز اتكلم على المشهد الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بنتكلم على حصاد موسم القمح. الله يخليكم، تشرفت الدقهليه وخاصه مركز بني عبيد اللي تابع الاداره الزراعيه بميت سويد. زي ما انت حضرتك شايف كده، المحصول ورانا حاجه مبشره للخير جدا. ده ناتج جهود 6 شهور من 1/11 لحد اليوم، نتيجة ان المزارع التزم معانا بالصاصة الصنفية، التزم معانا بموعد الري، التزم معانا بالتسميد المتوازن، التزم معانا بتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح هذا العام، وذلك ادى الى زيادة الانتاج بمعدل اعلى من السنة اللي فاتت بمقدار 2 أرداف لكل وحدة مساحة اللي هي الفدان. وده السنة دي ان شاء الله المحصول مبشر بالخير، رغم ان المساحة السنة دي متقلصة اقل من العام المنصرم 20,000 فدان، لان الانتاج هيضاهي انتاج العام الاسبق برغم المساحة، نظرا لان الموسم كان درجة حرارة مناسبة جدا، المطر مناسب، تم تنفيذ التوصيات الفنية، حجم الحباية حجم مبشر وبتدي وزن عالي، فعشان كده خلت الانتاج عندنا المتوسط العام يزيد عن 18 ارداب، يعني ممكن نوصل السنه دي من 20 ل 22 ارداب للفدان. الملحوظه اللي بعد حضرتك ان السنه دي سعر الدوله اهتمت وبصت بعين الرأفه والعطف للمزارع لانه بيبذل مجهود ومفيش مقابل، فرفعت سعر ارداب القمح زينة 150 جرام كيلو جرام من السنة اللي فاتت 1500 للسنة دي 2000 جنيه للفدان، درجة نقاوة 23.5 قراط. اتكلمت على دور الدولة، وده يمكن ده مهم ان احنا نتكلم عليه، انه اي نجاحات بتتحقق بتكون بتطبيق وتحقيق عناصر مهمة جدا الدولة بتكون حريصة ان هي تعملها. عايز اتكلم على دور الدولة السنة دي في زيادة محصول القمح، وازاي اهتمت بالمزارع، وازاي اهتمت زي ما حضرتك قلت يعني السياسة كمان الصنفية واهتمت بالمزارع تحديدا، ازاي عملت ايه علشان يكون عندنا السنة دي زيادة في الانتاج عن اي سنة. هو الحمد لله دور الدولة كان واضح جليا في من خلال الحملة القومية لنهوض محصول القمح على مستوى الجمهورية، واحنا كان عندنا الحملة القومية خاصة بمحافظة الدقهلية كان على رأسها الأستاذ دكتور أنور عجيز، دكتور باحث ومعايا طاقم كبير من الباحثين. دول حضرتك من أول ما بدأنا نجهز الأرض للزراعة في المهد بدأت ننزل بالتوصيات الفنية، الأصناف، التسميد، الري، عشان في الآخر نوصل لهذه النتيجة المرضية جدا من إنتاجية الفدان للقمح.